بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ملهم، نهضة وطن. وخلاصة تشغيل الدايركشنال بروتكشن ريليه يتلخص في ثلاث نقاط، يجب أن تتحقق هذه الثلاث نقاط معا كأند جيت. الأول، يجب أن تكون قيمة التيار المار، تيار العطل المار، أعلى من قيمة البيك أب كرنت. أما الثاني فإن قيمة الفولتج بولارايزنج يجب أن يتجاوز قيمة السيتنج. أما الشرط الثالث الذي يجب تحقيقه أن هذا العطل يجب أن يكون ضمن حدود منطقة التشغيل. ولاختبار قيمة البيك أب كرنت في الدايركشنال بروتكشن فإننا نقوم بتحقيق شرطين، شرط الفولتج وشرط الأنجل، ونقوم بتغيير الكرنت حتى نتحقق من قيمته. أما لاختبار قيمة الفولتج بولارايزنج فإننا نحقق شرط أن تكون قيمة التيار أعلى من قيمة البيك أب، وأن تكون زاوية التيار في حدود منطقة التشغيل، ونقوم بتغيير قيمة الفولتج حتى نتحقق من هذه القيمة حسب السيتنج. أما لاختبار زوايا الفورورد زون فإننا نحقق شرطين، شرط الفولتج والكرنت، ونقوم بتغيير الأنجل حتى نتأكد من قيمتها أنها تعمل بالشكل الصحيح. هناك حالات كثيرة من الأعطال والتي قد تسبب مال أوبريشن أو تشغيل خاطئ للدايركشنال بروتكشن، مما يجعل أداء استخدام هذا الريليه غير موثوق به. صحيح أننا قلنا لكم بأن الدايركشنال أوفر كرنت ريليه نثق به أكثر من النون دايركشنال أوفر كرنت ريليه، ولكن لا يمكن أبدا أن نعطيه الثقة المطلقة. فمثلا عند حدوث 3 فيز فولت فسوف ينتج عن هذا العطل ارتفاع ل 3 فيز كرنت وانخفاض ل 3 فيز فولتج، أليس كذلك؟ فكيف يمكن لي الاعتماد على الجهد كبولارايزنج سيجنال أو كريفرنس سيجنال وقيمته منخفضة جدا؟ كيف يمكن له أن يساعدني في تحديد اتجاه تيار العطل، هل هو فورورد أو ريفرس؟ أو نريد أن نعطيك مثال آخر، فمثلا لو حدث لدي عطل فيز تو فيز تو جراوند فإن هذا العطل سوف ينشأ عنه تغير بعض زوايا الجهود التي حدث عليها العطل، وهذه الإزاحة في الجهود قد تؤثر على الفورورد والريفرس زون، فيظن الريلي بأن عطل الفورورد ريفرس وعطل الريفرس فورورد. أو يمكن أن يحدث لدي عطل هاي امبيدنس فولت وينشئ تيار قليل جدا أقل من قيمة السيتنج الخاص في الدايركشنال بروتكشن. معلوم أن الدايركشنال بروتكشن له ثلاث شروط كأند جيت، الثلاث لازم تتحقق معا، الكرنت والفولتج والأنجل. فإذا كان قيمة تيار العطل أقل من قيمة السيتنج فلن يعمل الدايركشنال بروتكشن أصلا. وعليه فقد بدأ البحث عن أفكار أخرى تتجنب معظم هذه المشاكل. بدأ البحث عن فيكست ريفرنس يعتمد عليه أكثر من قيمة الجهد لتحديد اتجاه تيار العطل، هل هو فورورد أو ريفرس. ملهم، نهضة وطن. ما تم شرحه سابقا هو ما يعرف بالكلاسيك كونسبت للدايركشنال بروتكشن. اما النيوميريكال ريليز الحديثه فهي تعتمد على مبدا جديد باستخدام السيمتريكال كومبوننت لتحديد اتجاه العطل، هل هو فورورد او ريفرس، حيث تم تحديد اتجاه العطل من خلال معرفه زاويه البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو امبيدنس، حيث البوزيتيف سيكونس امبيدنس تساوي 3v1 على 3i1، وبنشيل الثلاث مع الثلاث فتساوي v1 على i1، بينما النيجاتيف سيكونس امبيدنس تساوي Z2 يساوي V2 على I2 وZ0 يساوي V0 على I0، حيث الدايركشنال بروتكشن باستخدام البوزيتيف سيكونس امبيدنس يرمز له برمز 67 بوزيتيف او 67B، بينما الدايركشنال بروتكشن باستخدام النيجاتيف سيكونس امبيدنس يرمز له برمز 67 نيجاتيف او 67Q، بينما الدايركشنال بروتكشن باستخدام الزيرو سيكونس امبيدنس يرمز له برمز 670 او 67G. ومن خلال معرفتنا للسيمتريكال كومبوننت اصبح من المعلوم معرفه ان البوزيتيف سيكونس تظهر دائما في جميع الاعطال وتكون موجوده من قبل وبعد العطل، ويمكن ان تظهر البوزيتيف سيكونس لوحدها اذا كان العطل من نوع بالانس فولت او 3 فيز سيمتريكال فولت، بينما النيجاتيف سيكونس كومبوننت فانها تظهر في حاله الانبالانس سيستم او الانبالانس فولت. اما الزيرو سيكونس كومبوننت فهي تظهر اذا كانت الارض جزء من العطل، ونقصد بالعطل هنا هو الانسيمتريكال فولت،
حيث إذا حدث لدي symmetrical fault 3 phase to ground فلا وجود للزيرو سيكونس. وبالتالي مما سبق نقول أنه إذا كان لدي symmetrical fault فإنه سوف يظهر لدي positive sequence فقط. أما إذا كان لدي phase to phase fault فإنه سوف يظهر لدي positive sequence ونيجاتيف سيكونس. أما إذا كان لدي phase to ground fault فإنه سوف يظهر لدي positive sequence ونيجاتيف سيكونس وزيرو سيكونس. الهدف من استخدام السيمتريكال كومبوننت لتحديد اتجاه تيار العطل او تحديد الدايركشناليتي هو ان قيمتها تزداد بشكل كبير بعد حدوث العطل، فتكون واضحه وضوح الشمس بالنسبه للريليه. اما الاعتماد على الفولتيه العاديه فانه يسبب ارباك في مطبخ صنع القرار لدى الريليه، وذلك لعدم ثباتها وانخفاض قيمتها عند العطل. فتكون منطقه الفورورد بالنسبه للبوزيتيف سيكونس امبيدنس كما هو ظاهر في هذا الشكل. لاحظ معي بأن الـ X-axis هو ما يسمى بالـ positive sequence resistance، بينما الـ Y-axis هو ما يسمى بالـ positive sequence reactance. واتجاه الفورورد بالطبع سوف يكون باتجاه الـ positive sequence impedance الخاصة باللاين والتي تسمى Z1 line. وهنا نقوم باستخدام الـ maximum torque angle بنفس الطريقة التي تم استخدامها من قبل، فتكون الماكسيمم تورك انجل تدور بعكس عقارب الساعة بالنسبة للار اكسس كريفرنس. وفكرة العمل هنا هو قياس زاوية البوزيتيف سيكونس امبيدنس، فاذا كانت هذه الزاوية ضمن حدود زائد 90 لناقص 90 درجة بالنسبة للماكسيمم تورك انجل مرورا بالزيرو فهي في الفورورد زون، بينما اذا كانت مرورا بال180 درجة فهي في الريفرس زون. اما بالنسبة للنيجاتيف سيكونس امبيدنس والزيرو سيكونس امبيدنس، فمن المهم جدا ان تعرف بان حدود منطقة الفورورد والريفرس منعكسة تماما عما هي في البوزيتيف سيكونس امبيدنس، وبالتالي فان منطقة الفورورد تكون هنا ومنطقة الريفرس تكون هنا. ويجب التنويه هنا بان بعض المصنعين يقومون بضرب النيجاتيف سيكونس امبيدنس والزيرو سيكونس امبيدنس بناقص واحد حتى تصبح حدود منطقه الفورورد للبوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس والزيرو سيكونس هي نفسها، وحتى لا يحدث لبس امام المهندسين، لان بعض المهندسين لم يتقبل فكره انعكاس الفورورد والريفرس زون بالنسبه للبوزيتيف سيكونس امبيدنس والنيجاتيف سيكونس امبيدنس، لذا جاءت الناقص واحد هنا لحل هذه الاشكاليه. ملهم نهضة وطن. يفضل عند اختبار زاوية البوزيتيف سيكونس امبيدنس أن نقوم بتغيير زاوية الجهد وليس زاوية التيار، فنقوم بتغيير زاوية الجهد وإبقاء زاوية التيار عند الزيرو. والهدف من تغيير زاوية الجهد هو الحصول على الزوايا الصحيحة المطلوبة، فكما هو معلوم فإن Z1 يساوي V1 في زاوية A على I1 في زاوية B، وبالتالي فإن Z1 تكون بزاوية A ناقص B، فنقوم بوضع B 0 ونغير زاوية A. فكما قلنا من قبل فإن حدود منطقة الفورورد تكون بزائد ناقص 90 درجة بالنسبة للماكسيمم تورك أنجل مرورا بالزيرو. هناك الكثير من المواضيع والأفكار الخاصة بالدايركشنال بروتكشن والتي لا يمكن حصرها هنا، كالممربولاريزيشن والكلوز انتو فولت كيس والسوبر امبوز كومبوننت. ولمزيد من المعلومات حولها يمكنكم مراجعة الأوراق والأبحاث العلمية الخاصة بآي تريبل إي بالإضافة إلى الريلي مانيوالز. ملهم نهضة وطن.